السلام عليكم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ طبعا هنعمل الكحك. كل سنه وحضراتكم طيبين. كحك مش اي كحك، كحك مميز ولنكهه وليه ريحه كده. فاكرين كحك زمان لما كنا نشم الريحه لما الجيران تعمل الكحك؟ كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. كحك طبعا تحفه وجميل وفيه تكات حلوه قوي قوي قوي، هتعجبكم ان شاء الله يا حبايبي. كحك كده ناعم وجميل وريحته روعه. وطبعا هقول لكم على التكات الحلوه الجميله اللي احنا عملناها الكحك. وطبعا انتوا شايفين الكحك اهو يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. هفتح واحده كده قدامكم كده، شوفوا الحلاوه، شوفوا الجمال. كحك بصوا بصوا، تحفه تحفه تحفه. ملبن بقى، وفي تكات حلوه قوي في الملبن عملناها، بتزود ريحه الكحك وبتخلي الكحك ريحته جميله وطعمه جميل. وتعالوا كده يا حبايب قلبي بقى كده، بصوا عشان بس ابين لكم الكحكايه حلوه ازاي وناعمه جدا. وطبعا النعوميه، وبرده بصوا بصوا. وطبعا النقشه دي طبعا عاملاها بالختامه، ودي طبعا احنا عاملينها على ايدينا. واعملي المقاس اللي انتي بتحبيه. طبعا هي المقاس الصغير ده جميل خالص، يعني قطمه واحده كده وما ترجعيش من الكحكايه ايته حاجه، وما يتهدرش منك تحت كتير. تعالوا كده يا حبايبي بقى نقول المقادير كده يا حبايب قلبي مع بعض. اول حاجه يا حبايبي هنقول الدقيق كده، 2 كيلو من الدقيق، كيلو من السمنه، ويا ريت تكون سمنه بيضة ما تكونش صفرة، على اساس برضك ما تصفرناش الكحك، احنا عايزينه ابيض كده وزي الفل. ده برضك تبع الكيلو السمنه. هنقوله كده يا حبايبي، طبعا كل كيلو دقيق عليه معلقه ونص من الخميره ومعلقه ونص من البيكنج باودر. انا فتحته وجربته ولقيته زي الفل، عشان ده كحك برضك حساس. وطبعا ريحه الورد وريحه الموز، الروايح بقى بتاعت زمان كده، يعني اللي كانت مامتنا بتعمل وجدتنا بتعمل بيها. هنقوله كل كيلو من الكحك عليه 3 معالق من السكر، ويكون برضك السكر ابيض عشان ما يصفرش الكحكيه. هنقوله كيلو من الملبن، وهنضيف عليه يا حبايبي السوداني، لازم أن يكون متحمص وطازه وريحته جميله. يعني وانت بتجهزي حاجه الكحك يكون السوداني بتاعك بتحمصيه في الفرن او على البوتاجاز، عشان يدي ريحه حلوه كده ويبقى جميل ويبقى طازه. وطبعا مج من الميه، ده المج، الميه ده دافي. هنحط فيه الخميره كده، هنسمي بسم الله كده ونصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. هنجيب اي طبق كده واي بوله، هنحط فيها طبعا الخميره. وطبعا يا حبايبي الخميره كل كيلو من الدقيق عليه 1.5 معلقه من الخميره. هنسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم، هنحطه كده 1.5 يعني تقريبا كده باكو كده يا حبايبي. وهنجيب طبعا السكر بتاعنا كده، طبعا بردك كل كيلو من الدقيق عليه 3 معالق من السكر، بردك انا عاملاهم بردك كده يا حبايبي. هنجيب بقى الميه، الفتره بتاعتنا تكون فتره ما تكونش سخنه، علشان لو سخنه هتوقف لك مفعول الخميره. هنقلب كده يا حبايبي بقى على اساس ان السكر يدوب في الميه الفتره، ومش هيرف الدوبان ولا حاجه. تقلبتين تلاته كده يا حبايبي على اساس السكر ما نحطهوش على الدقيق وهو محبحب بردك يغلبنا في الدوبان في الدقيق. وخلاص كده يا حبايبي، كده احنا اطمنا ان السكر داب في الميه مع الخميره. هنركنه بقى في اي حته دافيه كده في البوتاجاز في اي حاجه، ونجيب بقى الدقيق بتاعنا كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض يا حبايبي. هنجيب الدقيق طبعا نحط المواد الجافه فيه، هنحطه بردك معلقه ونص على كل كيلو من الدقيق بيكنج باودر، وهنقلبه كده. وهنجيب طبعا معلقه من الملح، يعني كيلو دقيق عليه نص معلقه من الملح. هنحط دلوقتي معلقه كامله دلوقتي من الملح على 2 كيلو من الدقيق، وهنقلب كده. وهنجيب بقى يا حبايبي كده السمنه بتاعتنا الجميله كده، ويا ريت تكون سمنه بلدي يا بنات، او برضك تنصصيها لو انت عاوزه تنصصيها، نص بلدي ونص سمنه عاديه. ولو سمنه عاديه مفيش اي مشاكل، هتبقى جميله برضك. والمج ده برضك تبع الكيلو من السمنه. وهنقلب كده، هنقلب كده يا حبايبي كده. طبعا تقليب بالمعلقه مش هينفع، هطلع المعلقه دلوقتي كده حبايبي، وهنشتغل بقى ايه بايدينا. عارفين بقى الكحك بقى بيحب البس بقى ويحب الحركات ديت.
هنتنن بس كده في الدقيق يا حبايبي والسمنه، لغايه ما تحسي ان السمنه اندمجت مع الدقيق وبقت زي الكريمه كده بالظبط كده. يا حبايبي هنسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم كده يا حبايبي. البس كده، هو البس ليه كذا طريقه. ايوه كده خلاص كده، بصوا بسم الله ما شاء الله تنت بس لغايه، بصي بصي تحسي، بصي بسم الله ما شاء الله عليه، تحسي ان السمنه والدقيق بقت حاجه واحده. طبعا البس مع السخونيه بيتخلي الكحك ناعم وجميل. تقعدي مثلا ربع ساعه كده تقعدي تبسي فيه وتعملي حركات فيه. تعالي بقى نحط بقى الروائح بتاعتنا الجميله ديت، ريحه الموس كده، هنحطه كده معلقه الا حاجه بسيطه كده، طبعا بتخلي ريحه الكحك جميله جميله جميله. الروائح بتاعت زمان الجميله دي، في ناس بتحط تحب قرفه، ده بردك ريحه الورد، معلقه من دي ومعلقه من دي. والخميره بسم الله ما شاء الله اتفعلت وبقى جميله اهيت. هنسمي بقى بسم الله كده، وطبعا ما تحطيش الميه كلها مره واحده. يعني احنا حطينا دلوقتي مج مع الخميره، وهنحط مج تاني بردك، وحسب الدقيق بتاعك اللي قدام منك، في دقيق بيقبل الميه شويه وفي دقيق ما بيقبلش. يعني لو زودتي كده كمان ربع كده مج كده على 2 كيلو هيبقى تمام وجميل. وبردك السمنه يا بنات بردك، في دقيق بيقبل السمنه وفي دقيق ما بيقبلش السمنه. ممكن بردك لو حسيتي وانت بتعملي كده، بص كده بدل ما تفلقتش من الحوافي يبقى الكحك بتاعك جميل وزي العسل. ويا ريت كده تعمليها في ايدك كده شويه قبل ما تبططيها، على اساس برضو تديكي النتيجه الكويسه. هننقلها بقى كده في طبق صغير كده علشان العجينه تسخن كده مننا وتخمر كده، وهنغطيها كده بكيسه نظيفه، وهنشيلها بقى كده. ايه قولي كده، ايه نفطره كده ونظبطه ونرجع لها تاني، يعني قولي ساعه كده يا حبيبه قلبي. هنشيلها كده نرجع بقى نعمل ايه الحشو بتاعنا الجميل. هنجيب الكيلو بتاع الملبن وهنحط عليه اي مكسرات عندك، عندك فستق، عندك لوز، عندك سوداني، والسوداني بيبقى في الكحك جميل يا بنات. لما يبقى متحمص كده طازه وريحته جميله كده في التحميصه، هنحط عليها معلقه من السمنه علشان ما تغلبناش كده، وبعدين الملبن ما بيغلبش ولا حاجه، معلقه صغيره معلقه شاي، ولو لقيتيه بيلزق تاني برضك حته حته صغيره برضك من الايه من السمنه، علشان احنا حاطين الكحك بتاعنا السمنه بتاعته المظبطه عليه. هنيجي بقى نجيب كده ريحه الموز او ريحه الورد، وهنحطه معلقه على، هنحط حته السمنه كده ماشي حبايبي كده كده بقت جميله خالص كده. هنجيب بقى المكسرات بتاعتنا الحلوه ديت السوداني بتاعنا، هنقلب فيه كده حبايبي لغايه السوداني ما يندمج، او اي مكسرات عندك تندمج مع الحشو بتاعنا الملبن. وهنيجي بقى وايه ونقطعه حتت كده، ونرجع بقى تاني ايه للعجين بتاعنا كده. خلاص العجين كده الحمد لله بقى جميل وخمر، يعني يقعد لساعه كده، ولسه كمان لما تقطعيه وتحطيه على الصواني هيقعد له كمان ساعه. كل ما يقعد ساعه كل ما يخمر وكل الخمران بتاعه ما يبان. هنجيب بقى الملبن اللي احنا كورناه كور صغيره كده يا حبايبي، وهنبططه تبطيطه خفيفه كده، وهننقشه بقى النقشه اللي انت عاوزاها زي ما انت حابه في النقشه بتاعتك. شوف العجينه جميله ازاي، ويا ريت كل ما تقطعي حته عشان تعمليها كحكايه يا ريت ايوه كده تسخنيها كده في ايدك، على اساس برضك تتظبط معاكي وتبقى جميله معاكي وتعملي اللي انت عاوزاه فيها. تكوريها كده من تحت كده، تيجي قافله عليها الملبن من فوق، تيجي قلبه الكحكايه. على فكره انا بفسر لكم كل حاجه على اساس البنوته اللي ما عملتش كحك ولا اي حاجه تعرف تعمل من اول الالف للياء. وطبعا بقى الحجم اللي انت عاوزاه، حجم كبير حجم صغير حسب انت رغبتك وحسب ذوقك انت. بس انا مكبره دلوقتي وهصغر، على فكره بحب الكحك الصغير، على اساس تاخدي الكحكايه تاكليها ما ترجعيش منها حاجه. وانت عارفين الاولاد بيكسروا ويهدروا منه كتير، لا انا هصغر بعد كده حاجات صغيره خالص كده حبايبي كده النقشه كده. وكل سنه وحضراتكم طيبين، يكون عيد مبارك علينا وعليكم يا رب، ويصلح حالنا وحال المسلمين، ويشفي كل مريض، ويفك كل متضايق، ويكون عيد مبروك علينا يا رب يا رب كده حبيبي. انا برضك عاوزه اطمن عليكم كده، بص كده تلفيها من تحت على اساس من فوق الفتحه بتاعتها تظهر، وتبططيها تبطيطه خفيفه كده،
وقلنا برضو النقشة اهيت، وهعمل لكم برضو نقشة كده زي الوردة كده ان شاء الله. وبرضو كده حبايبي كده بصوا بسم الله ما شاء الله النقشة كده تهيلي جميلة كده خالص، ونرقع الطعم طبعا. بصي اللي انت عاوزاه كبير صغير زي ما انت عاوزه كده حبايبي. هنجيب بقى البصامة كده، وبرضو البصامة جميلة برضو يا بنات. انا قلت برضو لما تخمر بقى ونخبز وكده الرسمة بتاعتها هتروح، ما راحتش ولا حاجة. البصامة برضو الرسمة بتاعتها ما بتروحش. هنقشها كده كمان برضو كده، وان شاء الله ان شاء الله الفيديو الجاي يا بنات هنعمل كده البسكوت من بعض مع بعض كده، وبرضو من الالف للياء كده يا حبايبي. وطبعا الكحك وانتي بترصيه ما توسعوهوش، يعني يا دوبك تبقى الواحده كده مش لمسه الواحده، ما تخافيش مش هيلزق ولا اي حاجه. حتى اللي انا موسعاها ديت هرجعها تاني مكانها. اهي بص البصامه كده يا حبايبي بقى، لما تيجي تجيب البصامه بقى ما تتكيش عليها بايدك، لا هي اللي هتتكالك، على اساس انتي لو اتكيتي الاول البصامه مش هتعمل حاجه، لازم تبقى عالية كده عشان تتكي بالبصامة تعمل لك الرسمة اللي جوه البصامة. وكده خلاص بقى كده يا حبايبي كده هعمل لكم دي اخر واحدة كده، واروح اعمل مع نفسي كده وارجع لكم تاني يا حبايبي قلبي. هعمل لكم كمان واحدة كده بالبصامة برضك بس كده، وكده خلاص بقى كده حبايبي هعمل كده وارجع لكم تاني ان شاء الله. وفعلا كده خلاص يا حبايبي كده خلصنا كده مع بعض كده. حتى انا برضو ضيقت الكحك برضو مش موسعه. هي بص الورده اللي بقول لكم عليها هعملها لكم، وطبعا في ناس بتعمل ورده احسن مني كمان كده جميله خالص. اهو تغيير برضو للاولاد. اروح اكبس كده اولع الفرن وارجع لكم كده. خلاص يا حبايبي اهو شايفين الكحك جميل وطالع ريحته روعه 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 روعه، بسم الله ما شاء الله عليه. بص الكحك، بص الكحك، الكحك بيتكلم عن نفسه وطالع ناعم 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 يا بنات. ولو عاوزه تخشنيه شويه قللي السمنه شعره بسيطه، يعني شيلي منها معلقه كده ولا معلقتين كده حبايبي. وخلاص كده الفيديو خلاص كده خلص، ويا ريت اللي ما عملش لايك يعمل لي لايك، واللي ما عملش اشتراك يا ريت يتفضل كده ويعمل لي اشتراك. وكل سنه وحضراتكم طيبين. بصوا قلبه عامل ازاي يا بنات، قلبه جميل، انا خايفه اتكع عليه من كتر النعوميه فرفت مني كده حبايبي. كده روعه خالص اهوت وجميل، وتاكلوا وتتهنوا. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وما تنسوش بقى في الشير واللايك والاشتراك عشان يوصلوكوا كل جديد يا حبايبي.